كما تحدثنا في بداية هذه النشرة للحديث عن الإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية 2023، ينضم إلينا المحلل الاقتصادي الأستاذ محمد جدري. أهلا بكم أستاذ محمد جدري. بداية، ماذا عن تقييمكم للمقترحات الحكومية بخصوص الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية للعام المقبل؟ أعتقد بأن السياق اللي جاء في إعداد مشروع قانون المالية سنة 2023 هو واحد السياق اللي مختلف ومتشدد نوعا ما، بحيث أن اليوم عندنا هاد الأزمة الروسية الأوكرانية، وعندنا ارتفاع ديال مجموعة من الأسعار، مجموعة من المواد الأولية والمحروقات، بالإضافة إلى التضخم العالمي الذي أرخى بظلاله على الاقتصاد الوطني. وبالتالي فإن الحكومة المغربية بالمقابل عندها واحد مجموعة من الأوراش اللي خصها تنزلها، كل ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، كل ما يتعلق بدعم الاستثمار، كل ما يتعلق كذلك بيعني التفاوتات المجالية. وبالتالي فإن أنا في اعتقادي أن الهاجس ديال استعادة الهوامش المالية طغى بشكل كبير على إعداد مشروع قانون المالية، وبالتالي فإن كنشوف بأن هناك بعض الإجراءات الضريبية اللي هي في صالح المواطنات والمواطنين، ولكن هناك مجموعة من الإجراءات التي تصب في خانة يعني الرفع من الإجراءات الضريبية. وبالتالي فإن أعتقد بأن اليوم كنا ننتظر الكثير من هذا مشروع قانون المالية، ولكن أعتقد بأن المبتغى هو اليوم هو استعادة الهوامش المالية، لأن اليوم عندنا أواش لي كبرى، كل ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، من إجباري على المرات، تعويضات عائلية، تقاعد، منحات فقدان الشغل، كلها أمور يعني فيها أموال لي كبيرة جدا، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بصندوق المقاصة وأمور. وبالتالي فإن هاجس استعادة الهوامش المالية طغى بشكل كبير في اعتقادي على إعداد هذا. طيب أستاذ محمد جدري، الحديث في الواقع هو مسترسل عن الإصلاحات الضريبية، خاصة تلك المتعلقة بالدخل، بهدف دعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة. هل يمكن اعتبار هذه المقترحات الواردة الآن في مشروع قانون المالية 2023 تشكل بالفعل تقدم يمكن أن يحسه أصحاب هذه الطبقة المتوسطة؟ أنا أعتقد بأن الطبقة المتوسطة يعني من خلال الأجراء والعاملين في قطاع العمل الموظفين كانوا ينتظرون يعني واحد إعادة الحساب في الضريبة على الدخل، لأن ضريبة تقطع من المنبع. وبالتالي كان في ظل هذا التضخم العالمي الذي تعرفه الطبقة المتوسطة، بحيث أن مثلا كنشوفوا بأن المندوبية السامية تقول بأن 1.3 مليون و200 مليون يعني 200 ألف أسرة هي اللي تعتبر الفقر، وبالتالي كان يعني لزام على الحكومة أنها تقوم بالإجراءات الضريبية. لكن للأسف فإن هذا الإصلاح ديال الضريبة على الدخل خصوصا بالنسبة للأجراء وبالنسبة للعاملين في القطاع العام هو كيبقى إجراء بسيط جدا، بحيث أن فقط يعني تم إعادة الحساب ديال الأعباء المهنية، في حين أنه يعني النقابات والطبقة المتوسطة بشكل عام كانت تنتظر إعادة الحساب في الأشهر المتعلقة بحساب ضريبة على الدخل. وبالتالي فإن اليوم يعني مع نهاية المطاف لن تكون هناك زيادة كبيرة بطريقة غير مباشرة بالنسبة للأجراء للقطاع الخاص ولا بالنسبة للموظفين. هل هو عرض أول بمعنى يمكن أن تكون هناك مناقشات أو مفاوضات داخل البرلمان أو في الحوار الاجتماعي يمكن أن تغير شيئا ما، أم أن الهوامش ضيقة؟ أنا في اعتقادي بأن الهوامش ضيقة جدا. لماذا؟ لأن اليوم كنشوفوا بأن عندنا ورش الحماية الاجتماعية هو يكلف خزينة المملكة 51 مليار درهم يوميا سنويا، عندنا صندوق المقاصة السنة الماضية كانت في 16 مليار واضطرينا أن ننزلوا في 16 مليار إضافية ووصلنا 32 مليار. اليوم يعني مع بداية السنة قلنا بأن صندوق المقاصة سوف يخصص له أكثر من 28 مليار ديال الدرهم. وبالتالي فإن أعتقد بأن هامش المناورة هو بسيط جدا لدى يعني لا الأغلبية ولا المعارضة في مجلس النواب أو مجلس المستشارين من أجل يعني إضافة بنود جديدة، لأن لو كانت الحكومة عندها هامش المناورة كانت غتديروا في العرض بعرض ديالها، لكن هذا كيبقى يعني واحد مدخل اللي هو أولي، ولكن طيب. على أمل أن من نسترجع الهوامش المالية ديالنا يكون إصلاح حقيقي. ماذا عن الجوانب الأخرى المرتبطة بالضريبة على الشركات، الضرائب أيضا عن المهن الحرة؟
انا اعتقد بان الضريبه على الشركات هي سيفون ذو حدين، بحيث ان جميل اننا نمشيو خلال 3 سنوات او 4 سنوات القادمه في يعني يكون عندنا واحد النسبه ديال الشركات في 20% 35% و40%، هذا امر اللي هو مزيان، بحيث ان الشركات اللي تحقق رقم معاملات اقل من يعني ربح اقل من 100 مليون درهم غتخلص 20%، وهذو هما المقاولات الصغيره والمتوسطه، في حين ان المقاولات الكبيره مثلا غتخلص واحد 35%، والمقاولات يعني كل ما تعلق بقطاع التامين، كل ما تعلق بابناك ببنك المغرب بالصندوق الوطني الصندوق الايداع والتدبير غادي يخلصوا واحد 40%. اللي كنشوفوا في الامر هذا هو ان امر يبقى يعني نسبيا. لماذا؟ لان الرفع من الضريبه الى 35% من شانه ان يعني يساعد هذه الشركات انها تمارس واحد مجموعه من الامور المتعلقه بالغش الضريبي، او انها يعني تقول انا باش نستثمر وحقق واحد الارباح وفي نهايه المطاف الدوله هي شريك معيب باكثر من 35%. هذا امر يعني اعتقد بان سيف ذو حدين. طيب. الامر الذي يبقى مفاجئا هو ان كنا ننتظر ان توصيه المجلس المنافسه ان كذلك قطاع المحروقات الذي يشكل يعني ارباح ليه كبيره كان ممكن يدخل في خانه الابناك والتامينات، لانه كذلك قطاع اللي فيه مجموعه من التركيز، قطاع فيه يعني تنافسيه هي محدوده، وبالتالي الامر كان يعني اخذه بعين الاعتبار، او على الاقل تكون واحد النسبه ما بين 35% او 40%. مثلا نقولوا قطاع المحروقات سوف يؤدي 37% او 80%، ولكن باش نخليوه مع المقاولات الاخرى اعتقد بان هذا الامر هذا هو مجنب للصواب. طيب، هل 2023 هي محطه اولى في مسار تنزيل توصيات الاصلاح الضريبي ام لا؟ أنا أعتقد في اعتقادي بأن هذه السنة هذه هي سنة أولية، ولكن اليوم اللي خص يكون عندنا هو واحد الإرادة حقيقية، واحد الشجاعة حقيقية، واحد الجرأة حقيقية من طرف الحكومة. لماذا؟ لأن اليوم يعني من غير المقبول أن صندوق المقاصة يظل أنه يلتهم لنا واحد 28 مليار، السنة الماضية 32 مليار، ممكن أننا نبقاو في هذه المستويات. اليوم أعتقد أن الحكومة في مشروع قانون المالية قالت بأن غدير واحد الإصلاح في صندوق المقاصة في سنة 2023، أعتقد بأن إلا مشينا في إلغاء هذا الصندوق هذا وتعويضه بدعم مباشر لذوي الدخل المحدود، غتكون عندنا واحد الهوامش من المناورة ديال واحد 10 مليار أو 15 مليار درهم، اللي ممكن أن خلال السنوات القليلة المقبلة يكون عندنا إصلاح حقيقي في كل ما يتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء وبالنسبة للقطاع الخاص، وكذلك بالنسبة للشركات وخصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.